اول حاجه احنا عندنا دلوقتي الريجنز بتاعت الابدومين هنقسمها ثلاث مناطق، حته الجزء اللي قدام ده، الجزء اللي في النص، الجزء اللي ورا ناحيه الهايند ريب، يبقى الجزء اللي عند الفور ليمب دي حاجه، الجزء ده اللي هي الحته دي. حلو؟ الحته دي اسمها الزيفويد ريجن، عند الزيفويد كارتريدج وعند السبيرنوم. تمام؟ الحته دي. بعدين عندنا تحت بطاطي الحيوان نفسه اللي هي الحته دي كده والحته دي. في الحتتين دول كده اهو، الحته دي اسمها هايبوكوندريك ريجن. الحتتين دول اسمهم هايبوكوندريك ريجن. بعد الزيفويد كارتريدج على طول على ورا هنا اهو كده في النص، يبقى انا ماشي هنا اهو كده في النص بعد ما الريبز ما بتخلص في الحته دي، مكان ما الريبز ما بتخلص، يبقى الحته دي اسمها ايه؟ باراكوندريك ريجن. ما بين اخر قصدي اخر حته بعد الزيفويد على طول بين الارش بتاع الريبز، يبقى حته اسمها ايه؟ باراكوندريك ريجن. تمام؟ بعدين دخلنا في نص الحيوان. في نص الحيوان في حاجه اسمها ايه؟ في النص عند بطن الحيوان في الجزء الوسطاني من هنا اهو، الحته دي اسمها ايه؟ امبوليكال ريجن عند السره. ومن الجناب من هنا اهو اللي هو اللاترال ابدومينال وول. يبقى ده اللاترال ابدومينال وول، وهنا اهو الامبوليكال من تحت. تمام؟ وبعدين عندنا هنا اهو الحته دي عندنا اسمها كوستال ارش، اللي هي اخر حته خالص في الريبس بتبقى فيها كارتريج ويمسكهم كلهم مع بعض لحد ما يوصل لحد الزيفويد كارتريج، يبقى الحته دي اسمها كوستال ارش. تمام؟ اخر جزئيه اخر تلت معانا في الحمار، الجزء اللي تحت اهو اللي عند الفينوس ده، دي الحته دي اسمها ايه؟ بيوبيك ريجن. الحته اللي عند الفينوس دي اسمها بيوبيك ريجن. تمام؟ وبين فخاد الحيوان دي يبقى دي اسمها ايه؟ بين فخاد الحيوان الحته دي اسمها انجواينال ريجن. يبقى انجواينال وعند البينس اهو الحته دي اسمها ايه؟ بيوبيك ريجن. تمام؟ احنا بنقسم الحيوان تاني ثلاث اتلات، ثلاث اتلات، التلت اللي وراني نبتدي بيه تاني يبقى البيوبيك، وبعدين الانجواينال، والتلت الوسطاني عندنا امبلايكال مع الجناب لاترال ابدومينال وول، ومن قدام عندنا التلت الزماني عندنا الزيفويد ريجون عند الزيفويد كارتريدج وهايبوكوندريك ريجون تحت بطاطه، وورا على طول الزيفويد كارتريدج يبقى اسمها باراكوندريك ريجون. ده بين قوس ورا.